لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. السلام عليكم. البداية من صحيفة المدى، ونقرأ منها تقريرا بعنوان: هل تلبي الشركات الصينية خطط العراق الطموحة لرفع إنتاجه النفطي؟ يوضح التقرير: خلال الآونة الأخيرة خرجت إكسون موبيل من العراق عندما حولت حصتها في غرب القرن واحد إلى شركة نفط البصرة العراقية، وتتولى شركة بترو تشاينا مهمة تشغيل المشروع. وسبق لشركة إكسون موبيل أن باعت حصة 32% في رخصة بعشيقة عام 2021، كما تخرجت شركة شيل من حقل مجنون في عام 2018. سيظل العراق بحاجة إلى أسعار النفط المرتفعة، وكذلك الاستثمار الأجنبي لدعم الإنتاج، وكذلك ميزانية الدولة على مدى السنوات القليلة المقبلة. وتقدر ستاندرد أند بورز جلوبال سعر التعادل المالي للنفط للعراق عند $100 للبرميل في عام 2023، و$97 للبرميل في عام 2024. أدت عمليات البيع التي تنفذها الشركات الغربية إلى زيادة سيطرة الصين على القطاع النفطي العراقي، وقوبلت مشاركتها حتى الآن بإيجابية، حيث تلتزم الشركات الصينية باللوائح المحلية وتسير العمليات في مشاريعها بسلاسة، حسب ما قالت S&P Global Commodity Insights في تقرير حديث. وقالت سارة حجاز، رئيسة قسم الأبحاث الفنية في الشرق الأوسط لدى S&P Global Commodity Insights، إن زيادة الإنتاج أمر ممكن من منظور جيولوجي، ولكن من منظور عملي سيكون الأمر أكثر صعوبة بسبب قيود القدرة التصديرية. ينتج العراق بموجب اتفاق تحالف أوبك بلس 4 ملايين برميل يومياً، رغم أنه رفع الإنتاج إلى 4,270,000 برميل يومياً خلال كانون الثاني يناير، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته بلس لإنتاج التحالف. تواجه خطط العراق لزيادة إنتاجها النفطي مشكلات محلية، بما في ذلك القدرة التصديرية المحدودة بسبب البنية التحتية القديمة والمتدهورة والحصول على المياه. إلى مجلة الجاردينيا، ونقرأ مقالة للكاتب مصطفى محمد غريب بعنوان: المأساة مستمرة في العراق، لكن إلى متى؟ حيث يقول الكاتب: أصبح العراق بعد عام 2003 في أسفل التدهور والتخلف والتبعية وتفشي الفقر والبطالة والفساد وتدمير البنى التحتية في جميع مناحي البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا، وأصبح يعيش المأساة كاملة ويدفع ثمنا باهظا من كيانه، حتى أصبح مضرب الأمثال على تخلفه وفقر شعبه وسوء الأوضاع بسبب سياسة المحاصصة الطائفية. إنها المأساة الحقيقية عندما تمكن الاحتلال من تسليم السلطة للقوى الطائفية وجعلها رهينة لسياستهم ومخططاتهم، إضافة لتوجهاته الاستعمارية وفرض الأمر الواقع للاحتلال والتدخل في الشؤون الداخلية. لقد انفضحت تلك الوعود التي أطلقتها الولايات المتحدة، وهنا أصبح مؤكدا مثلما أشير في صحيفة نيويورك تايمز أن أكثر من ربع الشعب العراقي يعيش حالة الفقر أو تحت خط الفقر. بددت وسرقت المليارات من الدولارات للثروة النفطية، وبقيت أكثرية المشاريع بدون أن تكتمل بسبب السرقات والفساد المستشري في كل مرافق الدولة، إذ تم إهدار جزء كبير منها في مشاريع كبرى وهمية وغير مكتملة، وفقدت نسبة أخرى بسبب الفساد المستشري، وأصبح الاعتماد على قطاع الدولة المتضخم كمنقذ من الفقر والعوز، ولم يكن الأمان أو الإحساس بالأمان إلا عبارة عن تهديد مستمر لحياة المواطن، وأصبح التهديد الطائفي في المقدمة أمام ضعف الدولة. إن جوهر المشكلة هو في بنية العملية السياسية وبنية الدولة ما بعد 2003. هذه البنية قامت على أساس توزيع السلطات ضمن نظرة هوياتية للمجتمع العراقي، و
والنظر إلى المجتمع العراقي بهوياته الدينية والطائفية والقومية. وبالتأكيد فقد جرى تأسيس وتشكيل الأحزاب والتنظيمات والميليشيات التي تقود السلطة على أسس طائفية، وهي بالضد من المصلحة العامة التي تؤكد على المواطنة والوطنية والانتماء للعراق الذي لا يمكن إنقاذه من المأساة إلا بالتخلي عن المحاصصة والميليشيات المسلحة المرتبطة بالخارج. ومن موقع كتابات نقرأ مقالا للكاتب عامر القيسي بعنوان اللقمة أكبر من فم الإطار. يقول فيه: بإصرار الإطار التنسيقي على المضي بسياسة الاستحواذ والإقصاء رغم خسارته في المحافظات، يضع المسمار الأول في نعش مستقبله السياسي المحفوف بالصراعات الداخلية التي وصلت إلى حد التخوين، وحظه القائم الوحيد أن القوى غير المنسجمة مع نهجه من السنة والكرد مشتتون بسبب السياسة نفسها، سياسة اللهاث وراء المناصب على إيقاع الصفقات والتجاذبات والبيع والشراء العلني والتواطؤات، وهو المنهج الذي منح الإطار التنسيقي جرعة أكسجين إضافية توسع مساحة المناورات السياسية لديه، فيبدو الأكثر تحكما في المسارات السياسية وقطف المكاسب. عقلية الوهم لدى الإطار بإمكانية ابتلاع الجميع ستقوده إلى المزيد من الأزمات على مستوى ترتيب البيت الداخلي أو إدارة الأزمات الخارجية، وتحديداً أزمة وجود قوات التحالف الدولية في العراق مع كل ذيولها وفي المقدمة سلاح الفصائل. البعض في الإطار يمتلك القناعة من أن فم الإطار أصغر من أن يبتلع اللقمة العراقية كاملة، فالمشهد السياسي على كل عبثيته وفوضويته لا يمكن قراءته إلا في إطار توازناته على هشاشتها واختلاف عناصر القوة والضعف فيه. تشوشات الإطار أنه يشتغل تحت الضغط الفصائلي مرة والقبضة الأمريكية مرة أخرى، وكلاهما يستطيعان اللعب بأوراق تضيح بحكومة السوداني الذي هو نتاج الإطار التنسيقي وخياره. وقيادة الإطار تعرف جيدا هذه اللعبة وتتجنب الذهاب بأوراقها إلى آخر مدياتها. وفشلهم بمجلس النواب بالتصويت على خروج الأمريكان أكبر الأدلة وأوضحها، وتم تعويض هذا الفشل بالتقرب أكثر من فصائل المقاومة ليبدو المشهد كما لو أن الفصائل والإطار نسخة واحدة خارج إطار التلاعب بالكلمات. نقرأ مقالا للكاتب حازم صاغية من صحيفة الشرق الأوسط بعنوان 45 عاما على ميلاد مأساة. يقول الكاتب: لسنا في مواجهة النظام الذي أقامته النظرية الخمينية أمام نظام سيء أو قمعي أو رجعي مما كان يوصف به نظام الشاه وأنظمة أخرى كثيرة في المنطقة والعالم، بل نحن أمام مأساة نوكب بها الإيرانيون ونوكبنا معهم، وكان من تجلياتها ولا يزال تحول إيران استعمارا من دون أي مسؤولية يتحملها المستعمر تجاه مستعمراته، ما خلا وعد أبنائها بالزوال. تلك المأساة تحتفل هذه الأيام بالذكرى 45 لولادتها. بيد أن أخطر تجسيدات هذه النظرية على المدى الأبعد ميلشة المنطقة، فبعد أن انحصرت الميلشة في لبنان على مدى السبعينيات بعد عبورها السريع في الأردن قبيل حربه عام 1970، إذ بإيران الخمينية مدعومة بسوريا الأسد ومستفيدة من الاحتلال الأمريكي للعراق تحول الميلشة إلى نظام إقليمي يرثه جيل عن جيل، وتسبغ عليه مواصفات التاريخ النضالي للشعوب وتراثات المقاومات. وحين نقول ميليشيا لا نكون نتحدث عن انحلال الدول فحسب، بل يكون المقصود أيضا انحلال الاقتصاد وانحلال القيم والأخلاق، ومن ثم تسميم المجتمعات على نحو لا تسهل مداواته في أي قريب عاجل. وفي هذه الغضون تطوى المسائل الاجتماعية والمطلبية وحقوق النساء والشبيبة مثلما تطوى المعارضات السياسية على أنواعها، ذكى أن الرفض والإدانة والتخوين تحيق بكل الأولويات فضلاً عن طريقته في التعامل معها. هذا مع العلم بأن ما يتصدر الأولويات على نحو دائم حروب ومعارك ومواجهات توصف بالمصيرية، فهذه كلها مسائل يقررها السادة في المتروبول وحدهم، ولا يحق لعبيد الأطراف
أن يكون لهم رأي فيها، مع أن تأثيرها حاسم على حياة أولئك العبيد وموتهم. أشارت الناشطة روشان عباس عبر مؤسستها حملة من أجل مسلمي الإيغور خلال قمة الحريات الدينية في واشنطن إلى ضرورة امتناع شركات سفر سياحية سواء كانت أمريكية أو أوروبية مدعومة من النظام الصيني أن تساند بشكل مباشر أو غير مباشر ما أسمته برحلات الإبادة الجماعية السياحية لمنطقة شينجيانغ التي يقطنها مسلمو الإيغور. وناقشت روشان عباس في مداخلتها خلال المؤتمر التطورات التي تشهدها منطقة شينجيانغ وكيف أن الماكينة الدعائية الصينية تلعب دورا لإنكار جريمة الإبادة الجماعية التي تحدث للمسلمين هناك، وقالت إن أصناف أمن المغرر بهم يتم استغلالهم على نحو عالمي لهذا الهدف، وذلك يتمثل بشركات السفر السياحية التي يتم استغلالها لجني أموال على حساب جريمة إبادة جماعية. انتقدت عباس بشكل خاص سياحة الإبادة الجماعية التي تروج لها شركات سياحة في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا. وتقول الناشطة في تقريرها الثاني إن أحد فضائح هذه الرحلات السياحية في مدينة مسلمي الإيغور شينجيانغ هو أن يتم اغتياب السواح لزيارة بيوت المنطقة بشكل دقيق من قبل السلطات لعوائل الإيغور، وتكون العوائل في وضع مستقبل للزيارة بسبب ضغوط من النظام، وهذا إنما يدل على انتهاك صارخ للخصوصية تجري على بيوت عوائل الإيغور. وأحد الأمثلة على ذلك تقوم شركة سفر فرنسية بتقديم وجبة عشاء مع عائلة من الإيغور داخل منزلها، ونفس الشيء تقوم به إيطالية وإسبانية. ويفضي تقرير حقوق الإنسان الإيغور إلى أن جلب سواح إلى منطقة شينجيانغ إنما يساهم في تطبيع جريمة إبادة جماعية قامت بها الحكومة الصينية التي تهدف إلى طمس هوية الإيغور. وأشارت الناشطة في تقريرها إلى أنها ليست ضد السفرات السياحية، ولكن نوصي شركات السياحة أن تأخذ بنظر الاعتبار الأعراف الدولية وأن لا تقوم بالمتاجرة بجريمة إبادة جماعية، بل عليهم أن يكونوا مناصرين لقضية الإيغور وشجب جرائم الصين ضد الإنسانية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمجازر التي يرتكبها في رفح جنوبية قطاع غزة على مدار الساعة على مرأى ومسمع من العالم الصامت المكتفي بالإعراب عن القلق، ويبدو أنه يحضر للمزيد،
مطمئنا إلى المباركة الدولية بالصمت أحيانا وببيانات إبراء الذمة الحافلة بعبارات القلق وتحذيرات الجوفاء التي لا تتعدى حبر البيانات أحيانا أخرى. وإزاء هذا الموقف الدولي تؤكد إسرائيل عزمها المضي قدما في هجوم بري على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، حيث يوجد ما يقارب من 1,400,000 فلسطيني نازح داخليا، ما ينذر بالمزيد من حمامات الدم للمدنيين العزل. وفي المقابل لا يملك أطفال غزة الذين نزحوا إلى رفح المكتظة بالنازحين ما يدرؤون به العدوان، فنظم عدد منهم مسيرة رفعوا خلالها لافتة تناشد ما بقي من ضمير لمن عنده بقايا ضمير إنهاء الحرب ووقف العدوان، وتذكرهم بحقهم في العيش والتعليم واللعب. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. أنا طبعاً نازح بين القبور يعني في الوقت هذا، في الوقت الحالي، وأنا يعني بحسد الأموات على أنهم أموات ومرتاحين، وإحنا في العذاب والألام بنشوف دائماً يعني جنب الأموات قاعدين وحياة مشؤومة، وأنا أعتقد أنه هذا ظلم. والله هو شعور يعني ممزوج بالخوف، لأن أول مرة بصراحة أسكن عند مقابر، ولكن الضرورة لها أحكام، يعني غصب عنا اضطرينا أنه نيجيها. نزحنا من جباليا، ما أنت بتعرف جباليا كانت معرضة للقصف الدائم، وطلعنا عند دار سلفي في خان يونس، قعدنا عندهم لغاية ما هددوا مشروع الأمل، وطلعنا إحنا وتبعون الهلال، والليلة جينا من خان يونس على هي هذه المنطقة. فرض علينا أنه نعيش في المقبرة سواء أرضينا أو أبينا، هو يعني هذا الواقع. نلقاكم بإذن الله.